الحبوب احنا نسميها كوازي يعني، هاي شغله موسميه بس بالصيف، نبدا من الشهر الثالث لحد الثامن، فيجون المحافظات تشتري من النجف، السماوه، بصره، عماره، ناصري، اكثر شيء يجون ياخذون من النجف. مصطلح الكوازه يعني الناس يسميها مثلا شربه، اكو ناس يسميها جره، اكو ناس يسميها تنقه، كل ما له حسب محافظته يسموها. الثلاجه والتبريد مال الماي بالشوارع، فالناس قلت بعد ما حد بح على الحب يعني، مو ذاك الطلب مطلوب على المشتهى الناس تعرف.